في الكتاب المقدس في قصة الإستار كاتب الشاهد المسيح للمجد ما كانش مضطر يدفع ضريبة وهي درهمين لأنه مش أجنبي، ولكنه قال لألا نعثرهم فادفع عني وعنك يا بطرس. وفي قصة تانية في رسالة بولس الرسول بيقول بيناقش قضية لو في واحد هيعثر من في واحد بيأكل لحم مدبوع هلوسن فمن الأفضل أن ما يأكلش منها لألا نعثره. بينما في رسالة غلاطية واحد بولس الرسول فلو كنت بعد أرضي جميع الناس فلم أكن عبدا للمسيح. وفي قضية تانية إنجيل يوحنا إصحاح 6 لما يسوع كان بيكلم الناس على الإفخارستية قال لهم أتريد أن تمضوا أنتم أيضا، يعني المسيح هنا عاوز يقول أن في موقفين ضد موقفين، الموقفين الأولانيين بتاع الضريبة وبتاع أكل اللحم. خلي بالك الاتنين مش ضد بعض خالص يا حبيبي خالص، أنت بس ركبتها غلط، استحملني واسمع الشرح. القضية الأولى والتانية دي قضية اجتماعية. يعني ايه قضية اجتماعية؟ يعني أنا بقولك لو أنا جيت وحجزت الكرسي ده وبعدين انت جاي تشكل، انا جيت قعدت، انت جيت تقول لي على فكره انا كنت قاعد على الكرسي من 5 دقايق ودخلت الحمام ورجعت، لو سمحت قوم من هنا علشان ما اعسركش. ما انا هقول له ممكن اتخانق اقول له اسمع يا ابني لا الكرسي ده بتاعي، وبعدين انت حتى ما قلتش من فضلك، وبعدين انا راجل قد ابوك قربت من ال70 وانت شاب تستحمل، فرحت انت شادد، رحت انا رديت وقلت لك يا ابني اتكلم بلهجه حلوه، راح هو شادد رحت انا شادد، انتوا اعثرتم من القصه. يبقى حتى لو انا صاحب حق من أجل أن أنا ما أعسركمش أنا هقوم بهدوء. ففي قضايا اجتماعية لو أنت جيت فيها على نفسك من أجل عدم إعثار الآخر اعمل كده. هو بيقول أن إحنا عارفين أن ما فيش حاجة اسمها لحمة مدبوحة الوسن ولحمة مدبوحة مش الوسن، لكن لو واحد قال لك دي مدبوحة الوسن إزاي تأكل منها، حسيت أن ضميره بتسجس، أوعى تأكل من اللحمة دي، لا اللي يعتبر أنك أنت مع اللي بيعبدوا الأوثان. والمسيح قال له ادفع يا اخي، اخرتها ايه؟ اخرتها ايه؟ درهمين ادفعهم، مش عاوزين عثره، مش عاوزين. من الحاجات اللي ممكن تعدي ما نعملش فيها مواقف يعني. لكن لما جه المسيح يتكلم على الافخارستيه وجسده الحقيقي ودمه الحقيقي، والناس قالت من ده الذي يعطينا ان ناكل جسده ودمه؟ قال لهم قال عليكم انتم ايضا تمضون، انا ما عنديش غير كلام واحد. فبطرس قال له الى اين يا رب نذهب وكلام الحياه الابديه؟ عندك هنا عقيده بيتكلم على جسد ودم. في المثل الثاني اللي انت قلت بولس الرسول بيقول ان كنت بعد ارضي الناس، يعني ارضي الناس يعني مثلا مع الوثنيين اقول لهم ماله ابولو ما هو اله كويس برضو، لا هترضي الناس على حساب المسيح؟ لا. ففي حاجه وحاجه، فالحاجات الاجتماعيه اتنازل عنها، لكن في الحاجات العقائديه ما ينفعش بيها غير انك ترضي المسيح الهك. دي قضايا ودي قضايا تانيه خالص.